مع احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك. احمد مساء الخير كابتن ميدو، زي حضرتك. اهلا بيك يا فندم. اولا انا بشكرك على موقفك الزمالكاوي، مش موقفك ان انت مع حد ضد حد، ده ما خالص والله. انت راجل بتدافع عن نادي الزمالك وبتدافع عن كل الانديه المصريه صحيح والجمعيات العموميه صحيح. طب اشكر حضرتك على موقفك. لا ده واجبي يا استاذ احمد، انت عارف ان ده واجبي، وانا دائما وابدا مع مصلحه الانديه كلها، واكيد مع مصلحه نادي الزمالك، لان مش عايزين كلنا اكيد بما فيهم عائله المستشار مرتضى منصور ان الزمالك يخش في النفق المظلم. صحيح صح ولا لا؟ انت قاري الموقف ازاي كابتن ميدو؟ انا ده اول مداخله اعملها من ساعه الموقف اللي احنا محطوطين فيه. طبعا انا بكلمك بصفتي ابن، وبكلمك بصفتي عضو مجلس اداره طبعا. كابن يعني ربنا يصبرنا، ربنا يكون في عونكم والله. ويعني موقف صعب طبعا. لان الوالد مش صغير، الوالد حصل له الموقف ده كذا مره في حياته، اتحبس صحيح، لكن النهارده بنتكلم على سنه 71 سنه او 72 سنه. صحيح. فموقف مختلف. الظروف مختلفه. لكن ده يعني ابتلاء من عند ربنا، واحنا ربنا يصبرنا ان شاء الله. يعني هو كان فعلا الضغط عنده عالي، لان هو عنده الضغط وعنده السكر. ف يعني كان 188 على 112. مش هتكلم في الكلام ده كتير، لكن خلينا طب ممكن معلش انا اسف يا احمد، قبل ما تخش للخطوه اللي جايه، انت اتكلمت الاول كابن قبل ما تتكلم كعضو مجلس اداره، فانا كابن برضو وكاب وكصديق ليكو عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت النهارده بعد المواقف دي كلها يا احمد، ما بتجوش انت يعني والحاجه والسيده والدتك وامير واختك وكلكم بتقولوا لسياده المستشار مرتضى يا سياده المستشار يعني كفايه ان انت تاخد مخاطره على نفسك، كفايه ما ينفعش؟ نتكلم بشكل واضح. بشكل واضح. نادي الزمالك حياته. طبعا منصور دخل نادي الزمالك سنه 90 بحمد ربنا وتوفيقه في مجلس الاداره، هو الحاصل على اكثر من 70% من بطولات النادي في تاريخه. تمام. من سنه 90. تمام. هو رئيس نادي. انا شخصيا انا عضو مجلس اداره بقى لي 10 سنين من 2013. انا واخد اكثر من 17 بطوله في كره القدم بس. او 18 بطوله. تمام. فيعني اتحقق انجازات، اتحقق نجاحات. هو بيحب النادي وبيحب اسعاد الناس. ما فيش نادي في مصر بيوفر اقتصاد الجمهور، بيوفر دخول الجمهور، هو بيحب يسعد الناس. بالتاكيد ده مأثر على حياتنا. سواء معنويا او ماديا او بشكل، يعني عندنا مكاتب اكيد في تاثير فيها. لكن هو بيحب النادي. يعني معلش انا خلينا نتكلم كعضو مجلس اداره. خلاص اتكلم، خش كعضو مجلس اداره. لان انا يعني ماشي متاسف. ماشي ماشي. قول لي مجلس الإدارة حضرتك. الحمد لله قائم بكل تشكيله. واحدة واحدة. النائب سيادة النائب سليمان وهدان اتكلم بشكل جيد جدا، مفيش خلافات داخل المجلس. طبيعي ان احنا يحصل اول يومين من الصدمة، احنا كمجلس إدارة عندنا رئيس مرتضى منصور. لما عدم وجوده اكيد كنا محتاجين نتناقش ونتباحث في الامر. اختصاصات مجلس رئيس مجلس الاداره موجوده في اللائحه على سبيل التحديد. رئاسه الجمعيه العموميه، الامضاء على الشيكات، الامضاء على العقود، وتمثيل النادي القانونيه. احنا عندنا اصلا الاسلوب الاداره في مجلس الاداره المستشار مرتضى منصور مفوض. اوكي. استاذ احمد دعبس عضو مجلس الاداره واستاذ خالد لطيف بصفته امين صندوق على الامضاء على الشيكات. يعني انتوا ما عندكوش اي مشاكل يا استاذ احمد في تسيير الامور؟ ما عندناش اي مشاكل. النادي ماشي ان شاء الله، الفلوس هنصرف، المرتبات في وقتها، العقود بتاعت اللعيبه على الناس، يعني العمل شغال بشكل جيد جدا. فريق الكوره بنوفر له كل المتطلبات. احنا اصلا في وقت يا كابتن ميدو محتاج يبان فعلا مين الزملكاوي الحقيقي. يمكن دي دعوه مني، اللي مع واللي مع ضد.
سواء جمهور او اعضاء او كلنا لازم نبقى واحد. طيب المختلفين مع المستشار مؤتمر منصور او المؤيدين ليه، احنا مطلوب مننا نتكاتف دلوقتي. نتكاتف عشان ما نهدش كيان كبير اسمه نادي الزمالك، كيان ضخم. حضرتك احنا عندنا دلوقتي كل الفرق الرياضيه دي احنا ملتزمين معاها بالعقود بتاعتها، قادرين ان احنا نفي بالتزاماتنا الماديه والتعاقديه. فانا مش عايز الناس تقلق، رئيس النادي الحمد لله هو في خلال يعني هي هو شهر، ففضل تقريبا 26 يوم يعني ان شاء الله يكون متواجد معانا. لكن انا مش عايز الناس، كفايه اشاعات، طلعوا اشاعات دلوقتي بقى بالفوتوشوب بيعملوا اخبار مضروبه، سواء مثلا ان انا دعيت للاعتذار او مش عارف ايه، بس باينه ان هي مضروبه احمد، باينه يعني ما فعل. احنا دلوقتي هيبان الزملكاوي الحقيقي. انا بشكر اعضاء الجمعيه العموميه، بشكر الجماهير، محتاجين نوحد الصف دلوقتي. مرتضى منصور انت مختلف معاه او مؤيد ليه، هو رئيس نادي الزمالك منتخب من اعضاء الجمعيه العموميه، ده الوقت اللي يبان اللي ضد مرتضى قبل اللي مع مرتضى. اللي مع مرتضى طبيعي معاه، اللي ضد مرتضى لازم يستنى يشوف المحنه دي نعديها ويختلف معاه تاني، ما عندناش مشكله. وده الكلام والله احمد اللي انا قلته امبارح. يعني انا عجبني يا كابتن ميدو الاستاذ عبد الناصر زيدان. استاذ عبد الناصر زيدان قال لك مرتضى منصور تنازل عن كل القضايا اللي ضدي بدون ما اعتذره. فهو يعني راجل انسانيا يعني واقف مع مرتضى منصور في محنته. ده الوقت اللي احنا بنحتاج فيه ان احنا نطبطب على بعض وننسى خلافاتنا. فانا بطمنك وبطمن الجماهير وبطمن الاعضاء وبطمن الدوله، لان الدوله دي طبعًا. احنا نادي الزمالك جزء من مؤسسات الدوله. صحيح. وانا بطمنك يا احمد ان لن يمس احد نادي الزمالك، لن يمس احد بنادي النادي الزمالك. اتمنى وقوف الناس كلها معانا ووقوف المؤسسات كلها معانا، وحابب اشكر كل الناس وبشكر حضرتك وبشكر اولاد نادي الزمالك اللي واقفين وصابرين. ويمكن النادي ده زي ما انت قلت ديجافو ولا مش عارف اسمها ايه، ديجافو صح، تكرر الموقف ده من وانا عندي 9 سنين بشوفه. ما هو سنه 90 كان عندي 9 سنين بشوفه من سنه 90. ان شاء الله لن يتكرر مره ثانيه يا استاذ احمد. وبطلب من الناس دعوات، بطلب من الناس دعوات للوالد، وان شاء الله يكون معانا ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره نادي الزمالك.